بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع مراجعة الدوائر المرجعية. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى فهم جيد إلى الدالة مقلوب وكل ما يتعلق بها. الدالة مقلوب لها عبارة من الشكل f دو x تساوي ماذا؟ واحد قسمة x. ماذا هي الدالة التي ترفق كل سابقة x المقلوب واحد على x؟ كفهم جيد يا جماعة، يجب التطرق أولا إلى منحناها واستخراج جميع المعلومات المتعلقة بالدالة المقلوب، وبعدها نتطرق إلى البراهين. منحناها، إذن f دو x تساوي واحد على x معناه y تساوي واحد قسمة x. ركزوا، نفرض قيم ل x ونجد y. هاي السابقة واحد، ما هو المقلوب تاع الواحد؟ هو الواحد. السابقة اثنين، ما هو مقلوب اثنين؟ واحد على اثنين. عندنا السابقة واحد على اثنين، ما هو مقلوب واحد على اثنين؟ هو اثنين. جماعة لا ما تخلطوش، كي نقول لك المقلوب يعني نقول ديما واحد على، ماشي قلت لك معاكس. هنا المعاكس تاع اثنين هو ناقص اثنين، لكن المقلوب تاع اثنين هو واحد على اثنين. صح، وكاين هنا بعض التلاميذ اللي عندهم غلط. زدنا قيم سالبة، قيم سالبة مثلا ما هو المقلوب تاع ناقص واحد؟ مقلوب ناقص واحد هو ماذا؟ واحد على ناقص واحد ماذا يساوي؟ ناقص واحد. ما هو المقلوب تاع ناقص اثنين؟ هو ناقص واحد على اثنين. ما هو المقلوب تاع ناقص واحد على اثنين؟ هو ناقص اثنين. انتهى. دوكا بالجدول هذا يمكننا رسم منحنى الدالة المقلوب واستخراج كل ما يتعلق بهذه الدالة. ركز، عندنا O E G، هنا F دو X وهنا X. ها يا جماعة مثلوا النقاط، هنا النقاط هنايا X واحد Y واحد، لما X يساوي اثنين Y يساوي نصف، لما X يساوي نصف Y ماذا يساوي؟ يساوي اثنين. صح، هنا كون قلت مثلا لما X يساوي ثلاثة Y يساوي ثلث، لما x يساوي 4 y يساوي 4، وهي رايحة. هنا لما x يساوي ثلث y ماذا يساوي؟ 3. صح، هنا المنحنى تاعك هاك راح يجي، معنتها الدالة تاعنا هنا متناقصة، متناقصة. صح، دوكا في الجهة هذه السالبة ناقص واحد، ما هي صورته؟ ناقص واحد كذلك، وناقص اثنين صورته ناقص نص، ناقص ثلاثة صورته ناقص ثلث، ناقص أربعة صورته ناقص أربعة، هنا ناقص نص صورته ماذا؟ ناقص اثنين، ناقص اثنين، ناقص ثلث صورته ناقص ثلاثة. ها هو منحنى الناتج. هذا هو منحنى الدالة F. هيا استخراج جميع المعلومات من الرسم. هاي بدونا من الصفر يا جماعة، هذا هو منحنى الدالة المقلوب. هنا أول ملاحظة يلفت الانتباه، هنا يوجد تقطع في المنحنى، مثلا الجزء هذا ماهوش متصل في هذا، تسمى وين بلاصة عندي تقطع؟ هنا يوجد تقطع عند الصفر، عند الصفر. لاحظ هنا، هنا أهم ملاحظة، عندنا ملاحظة، ها منحنى، المنحنى سي اف للدالة المقلوب متقطع، متقطع عند اكس يساوي صفر. مادام متقطع ماشي كما الدالة المربعة يا جماعة، خي كي قريناها الخطرة اللي فاتت، واش قلنا؟ المنحنى هذا متصل، تسمى الجزء هذا متصل في هذا. هنايا العكس، المنحنى متقطع عند الصفر، هذا ما معناه؟ معناتها معناه اف هنا، اف راهي غير معرفة، وين بلاصة؟ عند اكس يساوي صفر. كفهم جيد، كفهم جيد، لاحظ هنا اف دو اكس، اف دو اكس تساوي ماذا؟ واحد على اكس.
لاحظ هنا اف صفر تساوي ماذا؟ واحد على صفر. هذه جماعه كتابه ممنوعه، هذه كتابه ممنوعه، ها كتابه ممنوعه. على حتى ممنوعه كنت تحسبها بالحاسبه تخرج لك مات ايرور. هنا لا يمكن، لا يمكن حسابها بالاله الحاسبه، ما تقدرش تحسبها بالكالكيلاتريس. إذا هنا أول معلومة خصنا يمكن استخراجها هي مجموعة التعريف. مجموعة التعريف هنا ماذا تساوي؟ تساوي R ماذا؟ الصفر. إذا DF تساوي ماذا؟ تساوي R ماذا؟ الصفر. نقدر نزورها أيضا R نجمة، R نجمة. سي بون. أوكي، هذه هي أول معلومة. ثاني معلومة، ما هو اتجاه تغير الدالة المقلوب؟ لاحظ هنا الناقص ما لا نهاية حتى الصفر. هنا ها كنت عاد نتاي تمشي فوق المنحنى هكا، زي ما تبان الدالة، تبان الدالة متناقصة، سما تبان بلي الدالة قاعدة تهبط متناقصة. هنا ثاني نفس الشيء، كون عاد نمشي فوق المنحنى تبان الدالة هنا مشبهة متناقصة. إذا هنا واش اللي نقول بلي اف ها متناقصة، متناقصة تماما تماما على المجالين، المجالين في زوج. وش هو المجالين؟ ناقص ما لا نهاية صفر، و المجال الآخر صفر ها زائد ما لا نهاية. سي بون اوكي. الإشارة يا جماعة، مرة في فاس كي درنا الدالة المربع شرحنا مليح واش معناتها متناقصة واش معناتها الإشارة. دوكا إشارتها، هاي إشارتها، إشارتها على المجال، على المجال ناقص ما لا نهاية ها صفر، المجال ناقص ما لا نهاية صفر. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن سي إف تحت محور فاصل، تحت محور فاصل. ما معناه؟ معناتها إف دو إكس من إشارة ماذا؟ من إشارة سالبة. وعلى المجال الآخر، على المجال صفر ها زائد ما لا نهاية. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن سي إف فوق محور الفواصل. ما معناه؟ معناتها اف دو اكس اكبر تمام من صفر، اكبر تمام من صفر. سي بون. معناتها الجزء هذا جماعه مادام تحت، واش نقدر نقول؟ الاشاره تاع اف دو اكس سالبه، وهنا مادام فوق، فوق او اكس، واش نقول؟ الاشاره تاع اف دو اكس نقول عليها موجبه. اف اكس لا تنعدم، كملاحظه اف اكس هنا لا تنعدم، لانه لا توجد نقاط تقاطع مع محور الفواصل، مع محور الفواصل. حذاري حذاري. اف اكس هنا، اف اكس لا تساوي صفر، على حتى لان سي اف لا يقطع، لا يقطع محور الفواصل، ما كانش نقاط تقاطع مع محور الفواصل. سما اف اكس هي محال تتعدل، امبوسيبل تتعدل. صح. سي بون. ماذا تلاحظ ايضا؟ واش نقدروا نهضروا على المنحنى التناظر، حكايه التناظر. دركا كمعلومه اخيره، واش نقول؟ منحناها، منحناها واش به متناظر بالنسبه لماذا؟ بالنسبه الى المبدا، الى او صفر صفر المبدا. ما واش نلاحظ هنا؟ بس انا كنت ندير النقطه هذه اللي هي واش واحد واحد. ما هي ناظرتها بالنسبة للمبدأ؟ ناظرتها بالنسبة للمبدأ هي هذه، ناقص واحد ناقص واحد. سما هذي ثاني كون دير ناظرتها تلقاها هنا، ناظرة هذي تلقاها هنا، هذي باش نقول لها دالة تناظرية. صح؟ متناظرة بالنسبة للمبدأ. ما معناه؟ معناه إف هنا، إف هنا فرضية، إف دالة فرضية. سي بون. على حتى نقرا الدالة هذي نقلب من بين الاهداف تاعها، يعني يعطيني الهدف منها. من بين الاهداف تاعها، الهدف منها، من بين الاهداف هو انشاء رسم منحنيات من نفس العائله. من بين الاهداف قلنا رسم منحنيات من نفس العائله، بمعنى دوال تكتب على الشكل، بمعنى دوال تكتب على الشكل اللي عبارتها كما يلي: واحد على اكس زائد ا، هذه كيتعدل المربع، زائد ماذا؟ زائد بي. السؤال هنا ما العلاقة؟
من العلاقة بين سي جي و سي اف؟ يعني هنايا نبدل لك صيغة السؤال كما طرح الفروض اختبارات. هنايا السؤال في الفرض في الفروض وش يقول لنا؟ يقول لك هنا بين كيفية إنشاء سي جي انطلاقا من سي اف، ثم مثله. بين كيفية إنشاء سي جي انطلاقا من سي اف، ثم مثله. صح. ما العلاقة بين سي جي و سي اف؟ هذا السؤال طرحناه ديجا في الدالة المربع، اللي ما حضرش يتفرج الفيديو السابق. هنا واش نقول؟ هو سي جي، سي باختصار سي جي هو صورة سي اف بانسحاب ما هو شعاعه؟ ك لي شفا. واش قلنا الخطرة اللي فاتت؟ شعاعه ك، خي قلنا جمع لي داخل الأقواس، خي نعكسوه، هادي نقدرو نبردو عليها، لي داخل الأقواس نعكسوه، ها واش هو ناقص أ، وهذا اللي برا خي نعكب وراهو، ناقص أ بي، المهم شفاونا على الفكرة تاع لي داخل الأقواس نعكسوه، ولي برا خليه. نديو مثال، على هاد، هاي مثال، ركز، هنا عندنا f دو x تساوي ماذا؟ واحد على x، و g دو x تساوي واحد على x ناقص اثنين وناقص هنا عندي ناقص واحد. هاي ما العلاقة ما بين سي جي و سي اف؟ واش قلنا؟ قلنا سي جي هو صورة ماذا؟ سي اف بانسحاب شعاعه. ما هو شعاعه؟ ك، ها واش المركبة تاعو؟ اللي داخل الأقواس نعكسوه معناتها اثنين، وهذا اللي خارج الأقواس خليه كيما راهو، اثنين ناقص واحد. معناتها المنحنى تاع الدالة المقلوبة راح يبدل بلاصتو، راح يروح لليمنى بزوج ويهبط بدرجة، كيما هضرنا في الدالة المربع نفس الهضرة. هاي للإنشاء، استعن بجدول مساعد. عندنا إيكغيك واش يساوي لي؟ واحد على إكس. هنا القيم الموجبة درك تكفيني، علاه؟ باسكو درك تعلمنا مليح الدالة المقلوب، على بالنا بلي منحنى مضرب بالنسبة للمبدأ. أعطيني القيم الموجبة تكفيني، عندي إكس إيكغيك، مقلوب الواحد هو واحد، مقلوب تاع اثنين هو واحد على اثنين، مقلوب واحد على اثنين واش هو اثنين، هكا تكفيك. على باسكو على بالك دركا بلي الدالة راهي فرضية، منحنى مضرب بالنسبة للأو، تسمى لا داعي لذكر القيم السالبة. ركز معايا، شوف هنا، ركز. إذن ها عندنا المعلم تاعنا، هذا معلم قديم او اي جي، قلنا جمع المعلم الجديد خدمتو يرسم لي باك. هنا عندي اف دو اكس وهنا عندي اكس. هاي أول حاجة ترسم هو الشعاع ك، الشعاع ك عندي اثنين، ها تدريجتين حسب اي، ها وناقص تدريجة حسب جي، هادي او، وهنا نرسم السهم تاعي، هذا هو الشعاع ك، هادي او فتحة جديدة، هنا رأس السهم هو مبدأ المعلم الجديد، رأس السهم هو مبدأ المعلم الجديد. دوكا جدول القيم هذاك اللي حضرت لنا. نسى هنا أشعة الوحدة، ركز لي على هادي برك، أشعة الوحدة لي هنا، لازم هما لي هنا بعد، يعني إذا كان هادو 2 سنتيمتر لازم هادو ثاني 2 سنتيمتر، سينو يخرج المنحنى غلط. هاي الواحد وشوف الصورة تاعو واحد، واثنين شوف الصورة تاعها نصف، ونص وشوف الصورة تاعو اثنين، خلاص، المنحنى تاعنا هاك راه يخرج، هاك وكمل. كمل هنايا المنحنى تاعك، المهم متزقش في المستقيم، هنا تاني تكمل المنحنى متزقش في المستقيم، هاك، يعني المنحنى يبدا بالتقارب ويخلص بالتقارب، أنا مترسملناش مديرش المنحنى هاك خارج لبرا هاكا، رسمي غلطة، ميم هنا، مديرش المنحنى هاكا، أو قلنا
هنا يتخلص بالتقارب، وهنا البداية به بالتقارب، هذه هي. دوكا الجزء هذا، الجهة هذه يا جماعة، هنا يا أخي قلنا الدالة على خي عندها ماركوس تناظر، هذه دالة تناظرية، تناظرية. متنساوش دير قسنا المسافة هذه برك، ها المسافة هذه بالمسطرة لازم تكون قد هذه، نقطة واحدة تكفيني، نقطة واحدة تكفيني، خلاص. إذا هنا كيف كيف ابدأ بالتقارب وخلص بالتقارب، ها منحنى راح يكون متقارب، ها. هذا هو سي اف تاعك. سي اف يا جماعة باش تكونوا في الصورة، في الأصل هو كان هنا، أنا ما حبيتش نرسم منحنيين، علاه ما تجيش رسمة مخلطة. هنا المنحنى تاعك كان في الصفر هاك، كان هنايا، ها راح اليمنى بزوج وقت بدرجة، ولا هكا، خلاص هذا ما كان، هذا هو واش هو سي اف، سي جي عفوا، سي جي، طرا بيان، رائع. اوكي. سي بون دونك كون نحبو نزيد كهنا مثلا إضافة، كون نعطيك إضافة باش تفهم الفايدة برك تاع الشيء اللي تعلمت، كون نقول لك عين بيانيا، عين بيانيا جدول إشارة اف دو إكس، وقلنا جماعة المعلم الجديد خدمته يرسم لي برك ونساه، يعني هنا كي تجي تقرا قراءة تاع الصفر وهذا هو الصفر، موش هذا، هذه شغل أو لو ديمو، هذه أو في الصحة الجديدة، صح. هنا باه ما نطولش عليكم، كون نقول لك باش تفهم مليح، اي سؤال يطرح بعد الانشاء او يستخدم به بالمعلم القديم ماشي بالمعلم الجديد، هذا هو المعلم القديم، ها وهذا واش هو معلم جديد، اوكي صح. كون نقول لك عين، عين بيانيا جدول اشاره، اشاره ماذا؟ جدول اكس، ها جدول اشاره صح. ما وجدوا الإشارة هنا، شوف كنعدو حنا ماشيين منا ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية حتى القيمة هذه، وش هي؟ حتى الاثنين. وش رايك في المنحنى هذا بارابور محور واش؟ محور الفواصل، يعني المعلم اللي بلك حل هنا خي تحت، أنا واش عندي؟ عندي تحت سبب الإشارة تاعو وش هي؟ سالبة، ها. ومن بعد عند الاثنين عندي واش؟ تقطع، عندي هنا تقطع، ومن بعد هنا خي فوق، مادام هنا فوق واش نقول؟ الإشارة موجبة، وهنا واش عندي؟ عندي انعدام، انعدام هنا عند ثلاثة، ومن بعد هنا واش عندنا؟ عندنا تحت سام، مادام عندي تحت سما الإشارة ها واش هي؟ سالبة. نسى هاد الهضرة هادي، قلت الخصافة في جدول، عندي هنا هاي قيم إكس، وهنا واش تكتب لي جي دو إكس ناقص ما لا نهاية، ها حتى الاثنين، الاثنين هنا تمثلنا قيمة ممنوعة جدار مهشر، ها واش قلنا؟ قلنا تحت سما إشارة سالبة. ومن اثنين حتى ثلاثة الجزء هذا فوق محور الفاصل تسمى موجب، من اثنين ثلاثة سماني عندي موجب، عند ثلاثة كانت انعدام، هاكا تشب عينك، ها، ومن بعد من ثلاثة راح حتى زايد ما لا نهاية المنحنى ولا تحت، يسمى هنايا الإشارة تاعنا وش بها؟ سالبة، إشارة سالبة. هايا نعطيك سؤال آخر، استخرج من الرسم، كون نقول لك شكل، ما تخلطش ما بين السؤال هذا وهذا، هنا هذا جدول إشارة، تسمى تهضر معايا بلغة الإشارات. وهنا كنقول لك شكل جدول تغيرات الدالة جي، يعني جدول تغيرات يا جماعة أو صورة طبق الأصل للمنحنى، صورة طبق الأصل، جدول تغيرات وش راح نذكرو فيه؟ نذكرو فيه هنا إكس وهنا جي بي إكس، صح. هنايا هضر معايا اتجاه التغير تاع الدالة جي، اسكو متناقصة ولا متزايدة؟ هنا عندي ناقص ما لا نهاية، زايد ما لا نهاية، المنحنى متقطع من بلاصة عند اثنين، هاي عند اثنين. هنا معناتها راح نحط جدار مهشر، انا نقول عفوا جدار مهشر. هنايا ما طبيعة الدالة؟ كي نعودو نمشيو فوق المنحنى جماعة، حنا ها المنحنى زي ما تبان الدالة تاعنا تبان متناقصة، تسمى تشوف بليك هابط، ما معناه معناتها الدالة متناقصة، ما تحطش ناقص، دير سهم هابط هاك، سهم هابط. وهنا ثاني نفس الشيء، كي نعودو نمشيو فوق المنحنى، هنا تبان المنحنى تاعنا زي ما يبان متناقص، الدالة متناقصة، ها هذا ما كان. إذن هنا هذا واش نقول له جدول تغيرات، وهذا واش نقول له جدول إشارة، ما تخلطولناش الأمور، هذه النماذج يا جماعة ونحتاجوها في فروض اختبار، وعلى هذه ولازمك تراجعها، يجب مراجعتها، سي بون، كون نحبو هنا يا جماعة نزيدو، كون نحبو نزيدو نقطة تقاطع مع محور الفواصل، ما هي نقطة التقاطع هنا مع محور الفواصل؟ هي ثلاثة صفر، ثلاثة صفر ها، هاي ثلاثة صفر. ثلاثة هاي الصورة تاعها ها واش هي صفر هاك ها
ممكن نحبوا حنا نحطوا هنا الاشاره فوق الاسهم باش تدي معلومه برك. مادام هنايا جي دو اكس تاعي سالب، تسمى هذا السهم بكل سالب. هنايا مادام هنا جيت من قيمه كبيره وهبطت الصفر، من الاشاره هنا عندك موجبه، وهنايا عندك انعدام، وهنا تحت الصفر وشي هو عندي اشاره ماذا؟ سالبه. اشاره سالبه. هذه الداله جماعه واش نقولوا لها في الرياضيات؟ داله رتيبه. هذه داله رتيبه تسمى منحنىها جي جيو الاسم كيما هنا في الجدول الصغيره، تيجيو الاسم يا في زوج هابطين يا في زوج يجيو طالعين، ما تلقاش سهم هابط وسهم طالع، محال. هذه الداله واش نقولوا لها؟ داله رتيبه. هنايا الداله مقلوب، داله جي نقولوا لها داله رتيبه، معناه يا اما تكون متزايده تماما او متناقصة تماما. هكا باش تكون في الصورة، بمعنى جدول تغيرات صحية يكون هكا أو هكا. ها معناتها جدول تغيراتها يكون كما يلي، كما يلي. ها الاحتمال الأول كما اللي درسنا إكس جي دو إكس، والاحتمال الثاني ها إكس جي دو إكس. عندي هنا مثلا ناقص من زائد من هنا، هذا مثال برك. معناتها هنا مثلا تقول ثلاثة مثلا، عندي هنا جدار مغشر، معناتها الأسهم يجيو في زوج هكا طالعين، والله عندي ناقص من النهاية زائد من النهاية، هنا عندي ثلاثة، هنا عندي تهشيرة، الأسهم في زوج يجيو هابطين هكا، تسمى تجي يا متزايدة متزايدة يا متناقصة متناقصة. هاك موحد تلقى السهم طالع والسهم هابط، إلا لقيت هكا راك غلطت في اتجاه التغير. المشكلة إذا حذف الرسم وروض بعلاقة حرفية أو بدستور جي دو إكس يساوي واحد على إكس ناقص اثنين ناقص واحد، وطلب منك دراسة اتجاه التغير، ما العمل؟ ما العمل؟ بمعنى السؤال مطروح في الفروض اختبارات، أدرس اتجاه تغير الدالة جي المعرفة على R مع دا اثنين كما يلي. جي دو إكس تساوي ماذا؟ واحد على قسمة إكس ناقص اثنين ناقص واحد. بمعنى هنا حذف المنحنى. هنا ما العمل؟ المخرج على المجال، الإجابة تكون كما يلي: على المجال ناقص ما لا نهاية ها اثنين. ركز. نفرض إكس واحد و إكس اثنين ينتميان إلى المجال، ينتميان إلى المجال ناقص ما لا نهاية اثنين. هنا زلنا جمع السطر هذا كما تحدثنا في الدالة مربع، نفس الشيء نفس الخطوات. نفرض إكس واحد ها إكس اثنين، ومن بعد واش الرقم إكس واحد إكس اثنين الرقم. هذا جمع باه نسهلو عليك المهمة، كيعود في المجال تاعك ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية اتجاه صحيح جي هكا نحو اليسار، معناتها يسار يسار هكا. هذا هو أهم سطر، كنت غلطت هنا دراسة اتجاه التغير راح تجيك غلطة. بمعنى إكس واحد و إكس اثنين أقل تماما من اثنين، دوكا هنا أسكو نزيدو مساوية جهة الرقم؟ نعم أم لا؟ الجواب لا. علاه؟ لأن المجال هنا، المجال هنا مفتوح، صح مجال مفتوح ما كان زدني تساوي، إذا كانت شوف الدالة مربع كان المجال مغلق زدنا تساوي، زدنا تساوي. دوكا الأولويات يا جماعة، الأولويات ها أولويات. هنا قلنا شوف ديما الإكس وشو الحاجة اللي قريبة ليه، وشو الحاجة اللي قريبة لإكس، هي ناقص اثنين. تسمى أول حاجة تتندر هي دالة تبدلها إكس هي تردفو تنقص اثنين، ومن بعد ثاني حاجة وشي هو تقلب، أقلب ها، وآخر حاجة وشي هي ضف ناقص واحد، ضف ناقص واحد. كون ما تحترمش الأولويات هادو راك ما تلقاش الإجابة. إذا بإضافة ناقص اثنين، بإضافة ناقص اثنين هادي تحب تكتبها تحب ما تكتبهاش، نضيف ناقص اثنين نجد إكس واحد ناقص اثنين أقل من إكس اثنين ناقص اثنين أقل تماما من ماذا؟ من صفر. قلنا هذا الحد الثالث، خي درنا معلومة برك يقول لك القوسان ها واش بهم سالبان. هنا عندنا قاعدة في الحصر، هنا كيتقلبك تغير، ما يهمنيش موجب بلا سالب، يعدو في زوج سالبين اقلب بدل، في زوج موجبين سالبين اقلب بدل. اذا هنا الخطوه اللي وراها هذه نقلب ها نقلب ونغير
الاتجاه، الاتجاه هنا واحد على اكس واحد ناقص اثنين اكبر من واحد على اكس اثنين ناقص اثنين. الخطوة الأخيرة مضيف ناقص واحد، مضيف ناقص واحد، بإضافة ناقص واحد ماذا نجد؟ نجد ناقص واحد زائد واحد على اكس واحد ناقص اثنين أكبر من ناقص واحد زائد واحد على اكس اثنين ناقص اثنين. هذه وش هي؟ هنا خص الخدمة، هنا نهضرو دركا بالجي، واش نقول؟ نقول جي اكس واحد أكبر من جي اكس اثنين. هيا قطرنا البداية والنهاية، كيفاه بدينا؟ بدينا بإكس واحد أقل من إكس اثنين، هو خلصنا، خلصنا بجي إكس واحد أكبر من جي إكس اثنين، معناتها بديناها بأقل باختصار وخلصناها بأكبر. هنا كيتقارن هذه مع هذه، هيك ما هي الملاحظة تاعك؟ اتجاه صغير، ما معناه؟ معناتها جي ها متناقصة تماما تماما على المجال الأول. المجال الأول وش هو؟ ناقص ما لا نهاية، ماذا؟ اثنين، ناقص ما لا نهاية، اثنين. هاي على المجال الثاني، في رأيكم وش هو الحاجة اللي راح تصغير؟ ركز معايا مليحة. هنا على المجال الثاني، اللي هو اثنين زائد ما لا نهاية. الدالة هادي راسي يا جماعة، مادام لقيتها هنا متناقصة، أكيد في المجال الثاني راح تكون متناقصة. إذا نركز، شوف شراهي صغيرة، اسمعني شراه نصك، إكس واحد ها إكس اثنين ينتميان إلى المجال اثنين زائد ما لا نهاية. هذا السطر يا جماعة اللي بزرق ما يزلاش يبقى كيما راهو. واش يعني واش معناه؟ معناتها إكس واحد وإكس اثنين والرقم هادو خليه هاك. درك انسى المجال تاعك هنا واش اللي فيه؟ زائد ما لا نهاية، زائد ما هي اتجاهها بدا، هي حطنا أكبر أكبر. ها وزيدني تساوي جهة الرقم ولا ما زيدهاش؟ ما زيدهاش، علاه؟ باسكو فاتح لي على المجال، هو المجال هنا مفتوح جهة اثنين، جهة اثنين المجال مفتوح، هنا ما زيدنيش تساوي. أو أهم سطر هو هذا، نفس الأولويات، شوف ليه وخدم. هيا ضفها بإضافة ناقص اثنين، واش راح نجد؟ ماذا نجد؟ نجد إكس واحد ناقص اثنين أكبر، إكس اثنين ناقص اثنين أكبر تماما من ماذا؟ من صفر. هنا هذا يقول لك القوسان واش بهم؟ موجبان تماما. دوكا أنا نقلب، راني نبدل، هنا نقلب، نقلب ونغير الاتجاه، ونغير الاتجاه، يعني متباين تغير الاتجاه في ثلاث حالات، كنت تقلب غير، كنت ربع السالبين غير، كنت تضرب في حاجة سالبة غير، كاين ثلاث حالات فقط. هاي واش راح نلقى؟ واحد على اكس واحد ناقص اثنين اقل من واحد على اكس اثنين ناقص اثنين. ختاما ختاما ضف ناقص واحد بإضافة ناقص واحد، هنا راني ضفت ماشي ضربت، ضفت كي ضيف ناقص واحد ما يصرا والو، ناقص واحد معناتها نضيفو هنا نضيفو هنا. ها واش راح نلقى؟ نجد ناقص واحد زائد واحد على اكس واحد ناقص اثنين اقل من ناقص واحد زائد واحد على اكس اثنين ناقص اثنين. هذه وش هي؟ هي جي اكس واحد اقل من جي اكس اثنين. هاي اطر البدايه والنهايه، ما نشوفو كيف بدينا وكيف خلصنا. هنايا بديناها باكبر وكيف خلصناها؟ خلصناها باصغر، معناتها الاتجاه صغير. مادام الاتجاه هذا هكا تغير، واش نقول على الدالة تاعي؟ متناقصة والإجابة منتظرة، جي ها متناقصة تماما على المجال الثاني، اللي هو واش؟ اللي هو اثنين زائد ما لا نهاية، اللي هو اثنين زائد ما لا نهاية. كخلاصة يا جماعة، الخلاصة، الدراسة هذه نلخصوها في جدول التغيرات، جدول التغيرات هو تلخيص. عندي هنا قيم اكس، هنا جي باكس، عندنا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، القيمه الممنوعه ما هي؟ هي 2. تمثل لنا جدار مباشر، قلنا الداله تاعنا متناقصه، السهم تسمى جهه، وهنا ثاني كيف هذه واش قلنا عليها؟ واش قلنا عليها من قبل؟ قلنا بلي راهي داله راتبه، راتبه. لكن شفاو على المنحنى اللي رسمناه قبيل، منحنى الداله جي، خي قلنا هو منحنى الداله مقلوب مسحوب بشعاع، باش تشوف برك راك صحيح ولا غلط. هنايا قلنا الشعاع الانسحاب خلي داخل الاقواس نعكسوه، هذا كان الشعاع وعكسناه وهذا خلينا. اذا هذا الشعاع الانسحاب ما واش هو؟ 2 ناقص 1، هذا هو الشعاع الانسحاب هكا رسمناه به. اسكو الدراسه تاعك هنايا منطقيه؟ نعم ولا
واش قلنا منحنى مثلا مقلوب تعي وتصرصمو في المعنى القادم ورسمو في المعنى الجديد. اذا هنا واش قلنا مقلوب الواحد واش يساوي الواحد، مقلوب الاثنين يساوي نص، مقلوب النص ماذا يساوي؟ يساوي اثنين. هذه رسمناها ديجا تشوف برك الدراسة تاع الساحة ولا غلطة. المسافة هذه قد هذه ها تبدا بتقارب تنسب التقارب هكا رسمناها هكا لقينا المنحنى تاعنا بي. عندما جا الناقص مالا نهاية اثنين ماذا تلاحظ؟ نلاحظ بأن الدالة مش بها متناقصة، معناتها فعل متناقصة. وعندما جا اثنين زائد مالا نهاية ما معناه؟ معناتها الدالة أيضا متناقصة، معناتها لا يوجد تناقض، لا يوجد تناقض. نتمنى تكونوا فهمتوا. نلتقي الحصة القادمة في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.